ومعنا هاتفيا بشان هذا الموضوع من عمان الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد القادر نايل. مرحبا بك استاذ عبد القادر. اذا صحيفه اندبندنت البريطانيه ذكرت في تقرير لها ان الهيمنه الايرانيه على ميليشيات الحشد تعد مؤشرا خطيرا، كيف ترى صور هذه الهيمنه واثرها في الحاله العراقيه؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما للعراقيين جميعا ولكل من يعلم الشان العراقي ان الميليشيات هي التي تسيطر على مجمل العمليه السياسيه، وبالتالي من يسيطر على المشهد الامني فهو قادر على فرض ما يريد في المشهد السياسي، وبالتالي كل القوانين التي تجري الان هي لصالح هذه الميليشيات بباب انها تفرض القوه الواضحه تماما. وإذا ما رأيت قيادات هذه الميليشيات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالنظام الإيراني وهم يعلنون صراحة بكل وضوح هذا الارتباط وكيف كان لهم دور واضح تماما، حتى الفعاليات الأخرى التي أنشأوها من المذاهب والمكونات الأخرى العراقية كيف هي توالي إيران وتعمل على إنضاج المشروع الإيراني في المنطقة وليس في العراق فقط. لذلك صور الهيمنة واضحة من خلال انه جميع المرافق الاقتصاديه اصبحت خاضعه لتنفيذ الاقتصاد الايراني من العقوبات الامريكيه، وبالتالي قبل عده ايام رايتم ان محافظ البنك المركزي الايراني جاء واستلم 2 مليار دولار لصالح نظامه من البنك العراقي ومن المال العراقي، وبالتالي رغم وجود قيود واضحه، فضلا على انه الطريق الحريري الممتد الى سوريا والى لبنان يمر عبر العراق وبرعايه واضحه واصبح واقعا عمليا من خلال حمايه الميليشيات له، وبذلك ترى انه جميع المناصب السياسيه اصبحت بيد حلفاء ايران، وهذا كله جاء بسبب فرض هذه الميليشيات الاراده الواضحه على الشان العراقي. من أشكال هذه الهيمنة ومن نتائجها الآن عشيرة خفاجة تندد باعتقال زعيم ميليشيا أبي الفضل العباس وتهدد بقطع الطرق، إلى أي مدى يمكن أن تصل بنا سطوة الميليشيات إلى الحراب الأهلي؟ من المؤكد أن هذه الميليشيات المنفلتة ذات السلاح المنتشر هناك صراع زعامات فيما بينهم حقيقي، وهذا الصراع بالتالي يؤكد على أنهم يمضون بإزالة كل من يؤثر عليهم حتى وإن كان حليفهم بالأمن، وهذه القضية تخضع لأنهم يريدون إخفاء أيضا الأصوات التي يمكن أو الغير مستأمن عليها من فضح الجرائم التي ارتكبتها إيران وهذه الميليشيات. واعتقال أوس الخفاج يأتي في هذا السياق لأنه الحقيقة بدأ يكشف عن جرائم مارستها هذه الميليشيات، ميليشيات الحشد وإيران، وبالتالي جاءت هذه القضية. ولذلك حقيقة الوضع متجه باتجاه تكسير الإرادات فيما بينهم وإنهاء، لأن هناك شخصيات بدأت تشعر وهي تقود ميليشيات الحشد كأبي مهدي المهندس وهذا العامري يخشون أن يكون هناك أسماء كما فرض نفسه قيس القطع على المشهد السياسي والعسكري والميليشياوي، وبالتالي لا يريدون أحد أن ينافسهم. بهذا الإطار ينبغي التخلص من بعض تلك الوجوه، وعلى رأسها بدأوا بأخف هدفه أو الخفاجي، ولن يتوقف الموضوع عن هذه القضية فقط بل ستمضي إلى أمور أخرى وإلى تصفيات ميدانية. هذه التصفيات الميدانية من خلالها يريد أبو مهدي المهندس أن يكون الرجل الأول بقيادة هذه الميليشيات وبالتالي يتحكم بالمشهد السياسي، لأنه هو المسؤول الأول عن ميليشيات حزب الله، وميليشيات حزب الله يقودها ابو مهدي المهندس تريد ان تؤسس لحاله لبنانيه في العراق. ابو مهدي المهندس يريد ان يكون حسن نصر الله الجديد في العراق، لذلك حقيقه ينبغي ان يتم ازاله كل معوق له، وبالتالي ايران تدعمه بهذا الاطار بشكل واضح وصريح، فلذلك غلق الطرق وغيرها لن تشهد اطلاق هؤلاء، وبالتالي يمكن ان نقول انه عمليه تكسير العصر فيما بين هذه الميليشيات قد بدا في الفعل، وبالتالي ستتجه الامور كلما زاد الضغط الدولي عليهم اكثر في هذا الاطار. من اجل ذلك وثائق سريه لوزاره الدفاع الامريكيه ذكرت ان ايران هي المنتصر الوحيد في العراق وان اوجه انتصار ايران على ما يبدو هي الميليشيات وهي ثمره هذا الانتصار. ايضا نائب حسين فادعم قال
إن 43 مكتبا لفصائل الحشد في كل محافظة. يعني هل باتت تلك الميليشيا دولة فوق الدولة ومكاتبها تمثل مظاهر سيادتها في الحكومة في بغداد؟ الدولة الحقيقية في العراق هي دولة الميليشيات، ولا كلام يعلو عن هذه القضية. وما يأتي من تأسيس دويلات أخرى كدولة العملية السياسية ودولة الأحزاب ودولة المشاركين في العملية السياسية كلوازم مجرد ليس لهم تأثير، وبدأت تصريحاتهم تظهر للعلن أنهم ليسوا شركاء في العملية السياسية، لأن الواضح تماما جرى في نفس السنوات الماضية. لذلك هي الدولة الحقيقية دولة الميليشيات، وهذه الدولة تتحكم فيها من خلال قرار مجلس الحكم في زمن بول بريمر المرقم 91 الذي أسند إلى تشكيل القوات الأمنية والعسكرية من 7 ميليشيات معروفة. وبالتالي قيادة هذه الميليشيات إلى هذه اللحظة تتوسع عندما يكون هناك المال والسياسة والأمن والدعم الدولي، الذي كانت الولايات المتحدة هي من أدخلت إيران في هذه القضية، واليوم تعترف بأن إيران أصبحت لديها نفوذ كبير، لأنه عملية دعم هذه الميليشيات قد أودى بها إلى أنها تمتلك الدولة وزمام الدولة. وبالتالي هناك أيضا دولة منظمة كإيران تدعمهم. على هذا الأساس أصبح من يسيطر على الدولة بشكل فعلي والدولة العميقة هي هذه الميليشيات التي فيها خبراء إيرانيون، وبالتالي تعمد على أن تكون خاضعة لخاصة النفوذ الإيراني وتسير ومن المصالح الإيرانية بطريقة واضحة تماما. لذلك حقيقة كل الدويلات الموجودة هي دويلات لذر الرماد في العيون، ولكن الدولة الحقيقية والدولة العميقة في العراق هي دولة الميليشيات التي الآن بات يقودها الرجل الأول هو أبو مهدي المهندس، وهو إرهابي معروف محكوم عليه بأحكام دولية، لكن إلى هذه اللحظة هناك تغاضي دولي عن عدم تحريك هذه الدعاوى، ولو ربما لكان لغيره حركت دعاوى وربما صدرت قرارات مجلس أمن دولي كما تصدر بحق عراقيين وطنيين. شكرا جزيلا لك سيد عبد القادر نايل، كاتب والمحلل السياسي، هاتفيا من عمان.